السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا كاملين في أحسن حال. مرحبا بكم في هذا نوفيل فيديو. في هذا الفيديو غادي نشوف واحد الحاجة اللي شفناها ديجا من قبل، لكن غادي نشوفها بطريقة مختلفة. سبق لنا ديجا أننا شفنا لو ريزومي ديال تيتيون فوا ان فيو كوبلوغ، كان واحد لو ريزومي اللي هو صغير ومختصر بزاف، بالتالي بزاف لي زيفينمون برانسيبو ما كانوش فيه. داكشي علاش رتعيت انني ندير ان اوتر ريزومي اللي هو بيان ديتايي، اللي فيه بزاف د الحويجات، يعني بزاف، فيه اكبر عدد ممكن من هذوك الاحداث الرئيسه. يعني نشوفو عدد كبير من لي زيفينمون برينسيبو باش نتعرفو اكثر على اشنو واقع في هذا الداخل، في الداخل ديال هذه الروايه هذه ديال محمد خير الدين. صنعوا اولا مجموعه من المعلومات اللي هي مهمه، يعني بليزيور انديكاسيون كي سون تري امبورطون واللي كنلقاو يعني في لو جور دو ليكزامان تحت من هذاك التكست. الو، الحاجه الاولى خصنا نعرفوا بلي العنوان ديال هذه الروايه هذه هو اليت اون فوا ان فيو كوبلور، اللي تكتبات من طرف الكاتب محمد خير الدين، كاتب مغربي تزاد في 1941 في تافراوت ومات في 1995 في الرباط. هذه الروايه هذه ولا هذا المؤلف هذا تكتب في 1993، هادشي كاين انه تكتب قبل ما الموت ديال محمد خير الدين، كتبو بعامين قبل ما يموت، لكن ما تنشرش حتى ل 2002. هادشي كيخلينا نفرقوا بين لا دات ديكريتور اللي هي 1993 ولا دات دو بوبليكاسيون اللي هي 2002، تاريخ الكتابه وتاريخ النشر. بالنسبه للنوع الادبي ديال هذا المؤلف هو ان رومون مغربي، نقدر نسميوه باللغه العربيه روايه مغاربيه، هذا ادب مغاربي بتعبير فرنسي، ليتيراتور مغربين ديكسبريسيون فرانسيز. القرن فاش تكتبت هذه الرواية هذه هو القرن العشرين. من بين الروايات أو من بين الكتابات أيضا كتابات أخرى ديال نفس الكاتب كاين أكادير و سماغا. نبداو دابا نشوفو الأحداث ديال هاد الرواية هذه. غنبداو بلو شابيتر أن اللي غنشوفو فيه هنا أن فيو كوبل دون أن فيلاج روكولي، يعني واحد الراجل ومرتو وناس كبار في العمر في واحد الفيلاج اللي بعيد. Le vieux couple menait une vie au milieu des ruines hantées par des reptiles et les animaux sauvages dans un village montagneux au sud du pays. هنا كنهضروا على واحد السيد ومرتو ناس كبار في العمر كيف قلت، اللي كيقود واحد الحياة يعني في وسط واحد مجموعة من الديور اللي بداو كيريبو، واللي الداخل ديالها كنلقاو دي ريبتيل، يعني زواحف وحيوانات مفترسة. واحد لو فيلاج اللي جا في الجبل في الجنوب ديال المغرب ولا جنوب ديال البلاد. ابري بليزيور بيريبل او نور اي دون اون بارتي دو لوروب، بعد يعني مجال في الشمال، يعني مجال في الشمال ومجال واحد الجزء من اوروبا، لوم يا في ايلو دوميسيل، هاد الراجل هذا يعني بوشعيب يعني تاخذ له واحد الدار في هذاك الفيلاج. سي ان بون كرويون اي فان ليتري كي بوسودي ا مازاغون اون ايشوب lui permettant de vivre à l'aise dans ce village reculé. Alors واحد السيد اللي مؤمن وقاري مزيان وفاهم اللي كان كيمتلك واحد المتجر في مازاغون، واللي كيمكنو انه يعيش واحد الحياة اللي هي مزيانة، يعني داكشي اللي كيرد من هذاك المتجر. Les deux vieux vivaient en bon terme avec la nature hostile et les voisins. هاد الناس كانوا عايشين بخير مع الطبيعة وحتى مع الجيران ديالو. Et même s'il n'avait pas d'enfants, il ne prouvait aucune amertume. وحتى لو ان ما عندهمش وليدات، يعني ما عندهم حتى مشكل في هذه الناحية هذه، عايشين بخير. Chapitre 2. Un homme d'honneur. رجل شرف. En sa qualité de policier de village, le vieux reçut le temps de la colonisation en Khazni venu chercher des résistants en fuite. لقيتها فاش كان بحال قلنا بوليسي ديال الفيلاج، بوجعيب تلقى في الوقيته ديال الاستعمار، يعني هادشي من قبل، تلقى واحد المخازني اللي جا عندو باش يقلب على دوك المقاومين اللي في حالة فيرا. Il le rabroua en lui signifiant sèchement que le fuyard n'était pas au village. يعني و برو بواحد الطريقة قاصحة. وقال له سي كو راه الناس دوك المقاومين اللي هاربين الهاربين ديال بصح راه ما كاينينش في الفيلاج. اون انفورما كو لي كونسيرني
et en informa les concernés qui continuaient à vivre l'inquiétude. Ou rah, ou gallo, adouk l'manien, l'khaïnin, l'khaïn l'haqiqiyin, les aïchin bi'akhir ou l'akhir. Elle est qui a l'adouk l'khaïn l'kbar. Alors, après cette prédilecte de ce souvenir qui lui était cher, le bête m'a farah, بهاد الذكرى هادي اللي بالنسبه له ذكرى مزيانه. الوغ بوشعيب على طوندغ ان بياج بوغ اتخابي دالير. بوشعيب مشى باش ينصب يعني فخاخ باش انه يشد هادوك باش يشد القنان الارانب. لو لوندومان الغد لي لون رابورتا دو اي سوما سا فام دوفخيغ ان بو دو فيوند اون فيي فوازين و انسيست على مرتو باش ان شد منهم جوج القنان و انسيست على مرتو باش ان تعطي شويه ديال اللحم لافوازين ديالهم هذيك الجاره ديالهم اللي هي عجوز. افون دو دورمير il dit à sa femme que l'on demande de bœuf serait sacrifié à la mosquée. و قبل ما ينعسو قال لمرتو سي كو راه الغد لي غادي يذبحوا جوج ديال الثيران, جوج ديال الثيران في الجامع في la mosquée. Il lui parla d'un rêve qui hantait ses nuits. ومام هضر لها على واحد الحلم مزعج, واحد الحكابوس اللي كيجيه مره مره, اللي غادي نشوفو واش يكون في هادشي اللي جاي. شابيتر 3 لو ريف لانسينو, الحلم المزعج او المقلق او نسميه الكابوس. سيت نوي لا, في هذيك الليله, لو سوميي دو فيو اي تروبلي بار لو ميم ريف. عاوتاني لو فيو بوشعيب تيفيق يعني بنفس الكابوس بنفس الحلم. شنو يكون هذا الحلم هذا؟ il tombait du haut d'un amandier qu'il grimpait, طاح من فوق واحد الشجره ديال اللوز اللي كانت يتسلقها. le matin, في الصباح, il se rendit en compagnie du boucher et d'un vieillard vénérable. مشى مع واحد الجزار ومع واحد السيد كبير في العمر لفين؟ à la mosquée haute, الجامع الفوقاني, نقدر نسميوه بحال هكا. Où régnait une ambiance du fait qui se déroulait dans un rituel mémorable. Les quintessos de l'ambiance de l'ehtifal. Il y a un chapitre 4, le souvenir de l'heure de l'occupation française. Zikr al-Alima de l'ihtilal français. Le vieux décrivit la fête du sacrifice des deux bœufs à sa femme, qui apprécia le quartier de viande qu'elle avait apporté. Bouchaib وصف المرطو كيفاش دارت هذيك الحفله ديال ذبح دوك جوج ثيران. يعني وصفها شي هذا المرطو, مرطو اللي قدرات مزيان هذاك ديك البركه ديال اللحم اللي جاب معاه من تما. اون بيفون لو تي اون فيمون هو كي يشرب اتاي وكيكمي il se rappela l'histoire du Maroc sous l'occupation française. يعني تذكر التاريخ ديال المغرب تحت الاحتلال الفرنسي. Et les circonstances qui l'avaient conduit à s'installer définitivement dans le village. وحتى دوك الظروف اللي خلاتو يستقر يعني بطريقة نهائية في هذا الفيلاج. Il avait fui les villes meurtrières et misérables pour s'établir dans le Giron des montagnes où régnait la quiétude et la sécurité. هرب من هذوك المدن القاتلة أو البائسة باش انا ترتمط في الحضن ديال هاد الجبال اللي كيسودها الجو ديال لاكيتود يعني ديال الطمأنينه والامن. اللي باسي سون طون ا جارديني ا بلونتي دي زابر فرويتي, وكيدوز الوقت ديالو هنايا كيزرع في اشجار اللي مثمره, يعني اشجار اللي بفواكه. اون تورون دو غران سوا لي زوازو كي نيشي دون سي زارب اي بيكوتي سي فروي. وكيعتني ايضا بهذوك الطيور اللي كتبني الاعشاش ديالها فوق هذوك الاشجار ديالو, اللي يعني كتاكل ايضا من هذوك لي فخوي ديالها, يعني من هذوك الفواكه والثمار ديالها. Il était devenu l'ami des oiseaux, كان ولا الاصدق او الصديق ديال هاد الطيور. Aussi les gens les prenaient-ils pour un saint ou un magicien. والناس ميم كانت تتعاملو كيبان ليهم كابقى شي ولي صالح ولا سميه ميم ساحر. tout en mangeant les amandes grillées et en sirotant le thé, وهو كياكل هذاك اللوز المحمص وهو كيشرب في اتاي, بوشعيب parla à sa vieille épouse du passé colonial. بوشعيب
يعني كان دواء البرتو هذاك الماضي الاستعماري. ابخي من بعد اي سون دورمي بور فير لا سيست، يعني دار واحد القيلوله. مي نو تاردا با سو ريفي، مي سرعان ما نوفاق اون سورسو ا كوز دو ريف كي لو بري بيرسيكوتي، يعني بسبب هذاك يعني قفز بنعاسو بسبب هذاك الحلم اللي كيزعجو دائما. Il se remit à fumer et à boire le thé en contemplant la montagne. Il y a un peu de thé ou quelque chose de thé ou qui est un peu de thé. Le thé, l'effet où la chasse du mouflon a été une entreprise à haut risque pour les chasseurs peu aguerris. Et le thé qui est un peu de thé, lui, quand tu fais la chasse, il fait ça, il dit le mouflon, ne, il est un peu de thé. اللي كانت فيه لا شاص ولا الصيد ديال هاد لو موفلون، كانت واحد الحركة ولا واحد المسألة اللي كانت عندها مخاطر كثار، خصوصا هادوك الناس ولا هادوك الصيادة اللي ما عندهمش تجربة اللي غير محنكين. Et de se rappeler des anciennes parties de chasse en compagnie d'amis. وكتفكر أيضا هادوك الخرجات ديال الصيد مع أصدقاء ديالو. Après le retour de la vieille, qui était allée donner à manger et à boire aux bêtes qu'elle affectait. Il lui parla d'un scolopendre logeant dans les fentes du plafond. À droite, le scolopendre, le hadith de l'arjul, le cantat l'isaknak, comme qu'il goulo, fouad l'chak. ولا في الشقوق اللي كاينين في البلافون يعني في السقف. وهضرت لو تاع لا ان سيربون دون لو ريدوي دو لان، واحد الحنش اللي كاين في البلاصه اللي كياكل فيها الحمار. اون افيرمون كيل نو ريبريزونتي اوكان دونجي بور او، وهي كتقول له سيكو راه هذوما كيشكلوا عليهم حتى خطر، واخا هما دي ريبتيل، واخا هما زواحف. اي كونفيرسير ان لون مومون des rapports entre les bêtes et les hommes et leur familiarité avec les bêtes. وضرب بزاف على العلاقة بين البهائم ولا الحيوانات وبين الإنسان، يعني ولا التعود ديالهم على هاد لي بيت هادو، يعني كنهضروا على الحمار على البقرة على بعض الحيوانات اللي عندهم وحتى على هادوك لي غيبتيل اللي عندهم. La femme en vint à se désoler de l'absence de progéniture. يعني مرتو تأسفات له ولا غياب ديال الذرية، اللي قلنا هما ما عندهمش ذرية. Mais son mari la consola en lui citant des noms de prophètes et des rois qui n'avaient pas d'enfants. لكن بوشعيب واساها يعني وقال لها سيكو راه كاينين انبياء وملوك حتى هما ما كانش عندهم دي زونفون، وميم ذكرهم بسمياتهم كيف ما قلنا ابو شعيب واحد السيد اللي قاري وواعي وفاهم. شابيتر 5 لا مودرنيتي انفايسانت حدث الغازية. لي دو فيو اسيستي لا مودرنيتي انفايسانت كي غاني دو تيران شاك جور. هادوك جوج العجزة كيشوفو قدامهم هذاك المشهد ديال الحداثة التي تغزو المكان وتنتصر او تربح الميدان. La première maison de béton dont le propriétaire est un Casablancais, Awal Darb Sema, li moulaha wahed el Kazawi, apparut à proximité du cimetière. Yani katban yani بالقرب من هذيك المقبره. امتى؟ Au lendemain de l'indépendance, iradat al istiqlal. Des pistes furent aménagées et des voitures les sillonnèrent. دي بيست بداو تيبانو لي كيتراسيوهم ولا كيحفروهم الروايات ديال الطوموبيلات. لي زانسيان ميزون سو رويني غراديوالمون سيرتو سيل كي تخوني او سومي دو لا مونتاني. المنازل القديمة بدات كتريب بطريقة تدريجية، خصوصا هادوك لي فوق الجبل او لا في القمة ديال الجبل. دي بومب دو في ريغيبسيون دون لو فيلاج، المضخات ديال الماء اقتحمت الفيلاج. اي لي بروي دي غادو دي شيغار لو سيلونس دي ليو، والاصوات ولا الضجيج ديال
الراديوات كيمزق ولا مزقص الصمت ديال المكان. لو فيو ريستا اتاشي على تراديسيون، العجوز تبقى مرتبط بهذيك الحياة التقليدية. شابيتر 6، لا ميموار ساكاجي بار لي ميركونتيليست، الذاكرة منهوبة من طرف التجار. La modernité et la tradition cohabitaient bon gré, mal gré. الحياة العصرية والحياة التقليدية بداو كيعيشو في نفس البلاصة، كيتواجدو في نفس البلاصة شاء من شاء وكره من كره. Les villageois continuaient à cultiver leurs terres et à se rendre aux souks hebdomadaires en vue de s'approvisionner en produits modernes. هاد السكان ديال الفيلاج كيواصلوا الزراعة ديال الأراضي ديالهم، وفي نفس الوقت كيمشيو للسوق الأسبوعي باش انهم يتقداو وياخدو هادوك المنتوجات يعني العصرية. Mais la femme de boucherie rechignait toujours à aller à la minoterie installée dans le village pour faire moudre ses céréales. مرت بوشعي ما كتبغيش هذيك المساله ديال انها تمشي تحل الحبوب ديالها في هذيك الطحانه اللي كاينه في الفيلاج. Elle utilisait toujours sa mère. ديما كتستعمل غير هذيك، كانت تستعمل غير هذيك الراحه ديالها. Et elle veillait pieusement à ses bijoux en argent qu'elle préférait à ceux en or. وكان دائما كتفضل، بالنسبه لها كتفضل المجوهرات ديالها ديال النقره ديال لارجون ديال الفضه حسن من ديال الذهب. لو كوبل ديبلورا لو بياج دو باتريمون اركيولوجيك، يعني هاد لو كوبل هذا يعني كيتاسف على النهب اللي كيتعرض له للموروث ولا الارث ديالو. دي بيجو انسيسترو يعني مجوهرات قديمه ديال الاجداد، اي دي زارتيكل اون بوا ايضا اشياء من العود. بورتور ديستوار اللي حامله لواحد التاريخ. بار لي ترافيكون دو تو زاكابي كي لي روفوندي ا دي زيترونجي، يعني كيتنهب هادشي ده من طرف التجار اللي كيشريو تيعاود يبيعوه يعني لي زيترونجي يعني الكوار والنصارى. Et le vieux n'oublie pas de mettre sa femme en garde contre les camelots rapaces qui rôdent dans le village. Ou de sid had abou shayb ma kinsach anno ynbeh marto daiman kinbeha yani ala dok li kidour dok tjar li kidourou yani ljashiin li kidour bach yjmeou had qulna had li bijou et cetera. Bou shayb et sa femme étaient affligés par ces changements rapides qui annonçaient la ruine des valeurs ancestrales. Bouchaïb mortom li kishfou qdam aynihom yani damar dial had el qiyam li khlaw lihom el ajdad dialhom aslaf dialhom bhal ash bhal la depravation des jeunes à cause de la ville et le fasad dial el chabab bsebab el medina. Le culte de l'argent, l'ibada dial el mal, la rapacité qui mettait à mal les relations familiales et humaines. Ou hatta el jasha' li kiwla li kikhsr el alaqat ما بين العائلة وما بين الأشخاص. لي ريسبي دي كوتوم، عدم احترام ديال التقاليد وديال الأعراف. أبخي سيت كونفرساسيون سور لو تون زانغرا، بعد ما تناقشوا مع هاد النقاش مع هاد المحادثة اللي كانت بيناتهم على هاد الأوقات العصيبة. بوشعيب غيفال أ سا فام كيل إيتي أون تخان ديكخيغ دي بوام. كشف بوشعيب لمرتو بلي كان تيكتب يعني قصائد، تيكتب الشعر. أصدقائي غادي نكتشفوا بعد أحداث اللي شفنا في هذا الفيديو، لكن غادي نوصلوا بيان سور ونتعرفوا ونكتشفوا الأحداث اللي جاية، لكن في فيديو واحدة أخرى واللي غتلقاو اللين ديالها تحت هذا الفيديو في صندوق الوصف.